والنبي انا ليا اسئله كتير بس مش هاخدها كلها مره واحده. النهارده يعني انا اما باجي اصلي العصر بنتي بتقول بيصلي 4 ركعات من غير سنه، هل ده صح؟ طيب يعني ايه ما بتصليش السنه قبل العصر؟ هي بتقول كده. طيب وبعدين انا عايزاك تدعي لي دعاء، يعني انا عينيا ورجليا الاثنين بس الحمد ربنا الحمد لله. ربنا يجمع لك بين يعني تمام رجلي حصل فيها عجز وكده وعينيا ما بشوفش. ربنا يجمع لك بين تمام الاجر والعافيه ويجعلك في خير حال ويجمع عليك النور والبركه والفضل والنعمه والتوفيق والسداد يا رب. اللهم امين. خلاص طيب في سؤال تاني؟ طب ممكن ابني يقول لحضرتك حاجه وادعي له ووصي على امه. حاضر. يعني هو حاضر هاتيه وصيه على امه. اتفضلي اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله العظيم ثلاثه انا مبسوط ان انا كلمتك. الله يعز حضرتك ويبارك فيك يا عم الشيخ. انا ووالدتي الوقت واخد بالك انت دي ست كبيره، بنبقى ممكن نقعد دلوقتي وناكل ونضحك ونهزر ونبقى 100 100. ممكن بعد 3 4 ساعات كل واحد فينا يمسك للتاني سكينه بندقيه، فاهم انت؟ انا من ابن انت ليه محسسني ان انتوا قاعدين في سوق السلاح؟ بالنسبة بنتخانق على حاجات. طيب قول لي، طيب فين السؤال؟ فين السؤال؟ فين السؤال يا فندم؟ السؤال بقى ان انا يعني برضه في واحد شيخ صاحبي في الجامع، واخد بالك انت؟ يا ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر. شرحت له الموضوع. هل انتوا داخلكم ايه؟ داخلكم حاجه مش فاهم يا شيخ. لا يا سيدي، انتوا داخلكم شويه حاجه بس، حاجه بسيطه خالص هقول لك عليها. انتوا بس عشان انتوا بتحبوا بعض زياده عن اللزوم، في حاجه اسمها العشم. العشم اللي بينكم ده لازم يتحول الى حسن معامله. انتوا الاثنين متعشمين في بعض. انت بتتعشم سرايا ان انت لما تكون متضايق تتعصب عليها، وده مش صح. ما ينفعش ابني يعمل مع امه كده. ما تتعصبش على والدتك، وده اللي هيوقف المساله. وهي شايفه ان هي بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمها باللي هي فيه، ربنا يجمع لها بين تمام الاجر والعافيه، انت كمان ما ينفعش ان انت تدوس عليها وتعملها زي زمان. انت المفروض ان هي دلوقتي هي بتقول ان هي محتاجه ان انت تبقى حنين عليها اكتر من زمان، وانت شايفها لان هي جامده وماسكه نفسها، مفيش فرق. ما امي زي زمان وبرده زي ما هي، ما تاثرتش مع رجليها ومع عينيها، برده هي زي ما هي. وكتير من الاولاد بيحسوا عايزين يحسوا ان مامتهم كويسه ووالدتهم كويسه، فيتعاملوا معاها متغافلين على ان هي في حاله تحتاج الى مزيد من الرعايه ومزيد من الحنان. فعشان خاطري الحل بسيط، هي متعشمة ان انت تزيد حنية عليها، وده حقها وده واجب عليك. ليه طيب؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فلو سمحت احسن اليها. وانت يا حاجة هو متعشم في حضرتك ان هو لما يكون متعصب ما تبقيش تقولي له صح وغلط، لان هو حاسس ان انت لسه بتتعامل معاه على انه لسه صغير. واظن انتوا لو سمعين الكلام ده انتوا الاثنين هتقولوا الكلام ده صحيح.